الثالثة بتوقيت القدس، الواحدة بتوقيت غرينتش. أهلا بكم إلى فترة أخبار الظهيرة، والبداية مع العناوين. الأزمة الأوكرانية سيناريوهات تتقدم، الناتو يؤكد ألا خطط لديه لنشر قوات قتالية، بريطانيا لا تستبعد أي خيار للمواجهة، ولافروف يقول إن ضم كييف للناتو سيدمر العلاقات بين روسيا والغرب. بعد تسليم لبنان رده على مقترحات بناء الثقة، اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت، والخارجية الكويتية تقول إن الاجتماع بحث سبل تطوير آفاق جديدة للتعاون العربي. مظاهرات جديدة في السودان للمطالبة بالحكم المدني، احتجاجات في مدن سودانية عدة، وقوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وفي الظهيرة قضية اليوم مع أحمد الآغا. نجلاء في قضية اليوم، أهلا بكم مشاهدينا. المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة يصدر أكثر من 20 تعميما قضائيا لإنصاف النساء في المحاكم.